السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون سنة سعيدة علينا جميعا إن شاء الله. هنبدأ إن شاء الله النهاردة مع بعض أول ليسون approximate to nearest hundreds and thousands. نبدأ على طول أول example approximate each of the following numbers to the nearest hundredth. Example A 14.523. أول حاجة بنحط line تحت ال hundredth. فين هو ال hundredth يا مستر؟ تاني number بعد ال point. تاني number بعد ال point اللي هو 2. طيب ال 2 بيبص على اللي قبله اللي هو 3، بيسأل ال 3 أنت تبع ال rich numbers ولا ال poor؟ تعال الأول بس كده أفكرك بال poor و rich، كانوا 5 و 5. ال 5 ال poor 0 1 2 3 4. تاني كده ال poor 0 1 2 3 4. أما الريتش خمسة تانيين 5 6 7 8 9. تاني كده الريتش 5 6 7 8 9. فالتو هتبص على الثري، فهي تبع البور ولا تبع الريتش؟ تبع البور. يبقى يا مستر الثري مش هتدي التو حاجة، التو هتفضل زي ما هي. بتيجي تكتب الانسر من الليفت 1 4.5، توقف بقى عند التو. هي التو خدت حاجة؟ لا، فتفضل زي ما هي 2. طب يا مستر اللي بعد كده ممكن نحطه 0 او ممكن ما نكتبوش، انت بتكتب لحد اللي تحته لاين. تعالى كده نمبر بي 5.9184 approximate to nearest 100. حط لاين تحت ال 100 اللي هو ايه؟ تاني رقم بعد البوينت اللي هو ال 1. هيبص على اللي قبله ال 8. يا 8 انت تبع الريتش ولا تبع البور؟ هتقول لك انا تبع الريتش. طالما تبع الريتش تزود على ال 1 ده 1. تاني طالما تبع الريتش بتعمل الرقم اللي تحته خط بلس 1، بتزود له 1. يعني هنيجي نكتب من الليفت 5.9، ال 1 ده هيزيد له 1 كمان، يبقى كام؟ هيبقى 2، يبقى 5.92. اللي بعد كده ممكن نكتبهم زيروهات او ما نكتبهمش. تعالى سي 0.705 nearest 100. تاني رقم بعد البوينت نحط تحتيه خط اللي هو الزيرو. هيبص على مين يا مستر؟ هيبص على الفايف. يا فايف انت تبع الريتش ولا البور؟ تقول انا تبع الريتش. طالما ريتش زود على الزيرو 1. تكتب الانسر من الليفت 0.7، والزيرو لما نزود له 1 يبقى كام؟ 1. تعالى نشوف دي 25.796. مين ال 100؟ تاني رقم بعد البوينت اللي هو ال 9، حط تحتيه خط. هيبص على اللي قبله ال 6، يا 6 انت ريتش ولا بور؟ يقول له انا ريتش، يعني زود على ال 9 1. استنى، احنا دايما بنكتب الانسر من الليفت. دي الوحيدة لما تلاقي ال 9 عليها بلس 1 ابدأ منها. اشمعنى يا مستر؟ علشان 9 بلس 1 10. تكتب 0 and carry up 1 1 plus 7 8. بعد كده 0.52 تنزل. تاني كده يا مستر، مين ال 100؟ ال 9، حط تحته لاين. هيبص على اللي قبله اللي هو ال 6، يا 6 انت ريتش ولا بور؟ يقول له انا ريتش. طالما ريتش يزود على 9 1. لما تلاقي ال 9 عليها بلس 1 ابدا منها، علشان 9 بلس 1 بكام؟ ب 10. 0 and carry up 1 1 plus 7 8. بعد كده نزل 0.52. تعالى E 36.997. فين ال 100؟ تاني رقم بعد البوينت اللي هو ال 9، حط خط تحته. هيبص على اللي قبله اللي هو مين؟ ال 7. يا 7 انت تبع الريتش ولا البور؟ يقول له انا تبع الريتش، يعني نزود له 1. لما تلاقي ال 9 عليها بلس 1 ابدا منها. 9 بلس 1 10، 0 and carry up 1. 1 و 9 10، 0 and carry up 1 على 6، حط البوينت. 1 و 6 7 و 3 10. تعالى اف 0.995. فين ال 100؟ تاني رقم بعد البوينت اللي هو ال 9. هيبص على ال 5 ريتش، يعني خلي ال 9 عليها بلس 1. 1 و 9 10، 0 carry up 1 على ال 9 التانية. 1 و 9 10، 0 and carry up 1 على ال 0، حط البوينت ما تنساهوش. 1 بلس 0 بكام؟ 1. تعال نشوف حاجة كمان 14 over 1000
اول حاجة علشان تعرف تعمل الابروكسيميت لازم الاول يا مستر تحولها ديسيمال. مش هعرف ان انا احلها من غير ما احولها ديسيمال. طيب يا مستر هنحولها ديسيمال ازاي؟ اول حاجة النمبر اللي موجود عندنا اللي هو الفورتين نزله، طالما تحت في الدينيمينيتور 10 او 100 او 1000 الفورتين اللي فوق دي اكتبها 14 زي ما هي. وبعدين عد الزيروهات اللي تحت، هما تحت كام زيرو؟ 3 زيروهات. يبقى حط البوينت بعد الثلاث ارقام تاني. اول حاجة الفورتين كتبت 14 وبعدين الثلاث زيروهات اللي تحت دول، يبقى معناهم تحط البوينت بعد ثلاث ارقام. تيجي نعد ثلاث ارقام لقينا 14 دول رقمين بس، فعايز اخليهم ثلاث ارقام حط زيرو عشان تخليهم ثلاث ارقام، زود زيرو على الليفت كده يبقى 410 حط بقى البوينت كده، البوينت بعد ثلاث ارقام، وفي الاخر نحط زيرو شيك. يلا بقى اوعى تنسى بعد ما تعمل كل ده وتتعب تعمل الابروكسيميت نيرست 100 تاني رقم بعد البوينت اللي هو ال1 هيبص على الفور. يا فور انت تبع الريتش ولا البور؟ تقول انا بور مش هدي لك حاجه، يبقى نكتب الانسر من الليفت 0.0 وال1 يفضل زي ما هو. تعال نشوف حاجه تانية. بولي فايند ذا ريزلت اوف ايتش اوف ذا فولوينج ذن ابروكسيميت ات تو ذا نيرست 100. ان هو الفكره جايب لي مسائل نعمل لها بلس او ماينس او ديفايد، وبعد ما تخلص اوعى تنسى تعمل ايه؟ ابروكسيميت. تعال اول واحده 5432 ديفايد 1000. اول حاجه عشان تعمل ديفايد 1000 زي المساله اللي انا لسه قايلها بتاعه ال 14 اكتب 5432 زي ما هي. عندنا كام زيرو يا مستر؟ 3. يبقى نحط البوينت بعد 3 ارقام، عد 3 ارقام من الرايت 2 3 4، هم 3 ارقام حط بعديهم البوينت. يلا انا كده خلصت، اوعى لسه ما خلصناش، ما تنساش لسه في ابروكسيميت تو نيرست 100 تاني رقم بعد البوينت اللي هو مين يا مستر؟ 3. حط خط تحته، ال 3 هيبص على ال 2، يا 2 انت ريتش ولا بور؟ هيقول له انا بور مش هدي لك حاجه، اكتب بقى الانسر من الليفت 5.4 وال 3 تفضل زي ما هي. تعالى اللي تحتيها بيه 15.358 plus 12.570. أول حاجة أنا هعمل بلس، اتأكد الأول إن اللي بعد البوينت زي بعض، يعني هنا مثلا بعد البوينت 358، هنا بعد البوينت 57، وإحنا زودنا لها زيرو عشان لازم يبقوا زي بعض، هنا ثلاث أرقام يبقى لازم هنا ثلاث أرقام. يلا يا مستر أعمل بلس 8 plus 0 8 5 plus 7 12 2 and carry up 1 1 و 3 4 و 5 9 point 5 plus 2 7 1 plus 1 2. يلا بقى نعمل، اوعى بعد ما تعمل بلس تنسى الابروكسيميت نيرست 100. فين ال 100؟ تاني رقم بعد البوينت اللي هو ال 2. هيبص على مين؟ على ال 8. يا 8 انت ريتش ولا بور؟ يقول له انا ريتش، يعني زود لل 2 1، يبقى الانسر بتاعنا 2 7.9، وال 2 لما تزود لها 1 تبقى كام؟ 3. سي 58.528 ماينس بعد البوينت هنا 3 وهنا 4، فزودت 0 علشان يبقوا زي بعض 4 و 4. يلا نعمل ماينس 0 ماينس 4 كانت بي، هنستلف بورو 1 فروم 8، ال 8 يبقى 7 وال 0 ياخد 1 يبقى 10. 10 ماينس 4 6 7 ماينس 2 5 2 minus 5 can't be، نستلف من ال 5، ال 5 تبقى 4 وال 2 تبقى 12، 12 minus 5 7 و 4 minus 0 4. نزل البوينت عشان ما تنساهاش. بعد كده 8 minus 7 1 و 5 minus 1 4. نعمل approximate to nearest 100 تاني رقم بعد البوينت اللي هو يا مستر ال 7. فال 7 نحط تحته لاين هيبص على اللي قبله اللي هو مين؟ ال 5. يا 5 انت ريتش ولا بور؟ يقول له انا ريتش، يعني زود لل 7 1، يبقى الانسر بتاعنا 41.4 و 7 لما نزود له 1 يبقى كام؟ 8، يبقى 41.48. طيب تعال ناخد حاجه ثانيه، ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج نمبرز تو ذا نيرست 1000. عايزين نعمل لها ابروكسيميت تو نيرست 1000. اول واحده 3.6452، مين بقى ال 1000؟ تالت رقم بعد البوينت، احنا قلنا ال 100
تاني رقم، لكن الثاوزند تالت رقم بعد البوينت، اللي هو مين؟ الفايف. حط تحته خط، الفايف يبص على التو، فور ما يديش للفايف حاجة، يبقى الانسر بتاعنا 3.64، والفايف يفضل زي ما هو. تعال بيه 12.5928 نير الثاوزند تالت رقم بعد البوينت اللي هو التو، حط تحته خط، هيبص على الايت، يا ايت انت ريتش ولا بور، يقول له انا ريتش، هيزود للتو 1، يبقى الانسر 12.59، والتو تاخد 1 يبقى كام؟ 3. تعالى سي 2.4355، فين الثاوزند تالت رقم بعد البوينت اللي هو الفايف، الفايف هيبص على مين؟ هيبص على الفايف، ريتش ولا بور؟ ريتش، يعني زود له 1، يبقى الانسر بتاعنا 2.43، والفايف لما نزود له 1 يبقى 6. تعال نشوف دي 0.6697 نير الثاوزند تالت رقم اللي هو ال 9، حطينا خط تحتي ويبص على ال 7، يا 7 انت تبع مين؟ تقول له انا تبع الريتش، يبقى نحط على 9 1. استنى، قلنا دايما بتبدا من الليفت ما عدا ال 9 عليها 1، ابدا منها 9 بلس 1 10 0، اند كاري اب 1 1 و 6 7 نزل الباقي بقى 6.0. تعالى ايه 135 اند 1286 over 10000. اول حاجه مش هعرف احل الا لما يبقى فيه ديسمال بوينت، لازم نحولها. الرقم اللي فوق اللي هو 1286 ده نزلته، وتحت عدي الزيروهات، كام زيرو دول؟ اربع زيروهات، يبقى حط البوينت بعد اربع ارقام، 6 8 2 1، دول اربع ارقام، حط البوينت بعديهم. طب ال 135 اللي واقف لوحده دول نزلهم قبل البوينت. يلا بقى نعمل ابروكسيميتلي للثاوزند، تالت رقم بعد البوينت اللي هو الايت، حط خط تحت الايت، هيبص على ال 6، يا 6 انت ريتش ولا بور؟ ريتش، يعني زود لل 8 1 يخليها كام؟ 9. يبقى الانسر لما تيجي تكتبه من الليفت 135.129. تعال نشوف التو اكزامبلز دول عشان يبقى خلصنا الابروكسيميت. اول واحد بيقول لي write down the smallest decimal fraction that includes only the digits 3, 6, 4, and 2, then approximate that number to the nearest hundredth and the nearest thousand. اول ما تشوف كلمة smallest decimal fraction او بالذات كلمة decimal fraction، حط في الانسر 0 point. اول ما تشوف كلمة decimal fraction حط ايه؟ 0 point. طيب بقول لك smallest، smallest يعني ايه؟ هو مديك اربع ارقام، ما ترتبهم من الصغير للكبير، اصغر واحد من 2، بعد كده 3 4 6، يعني الرقم بتاعنا اللي smallest decimal fraction 0.2346. خلص كده السؤال؟ لا، انت كده خلصت نصه، كده جبت له smallest decimal fraction. طب بيقول لي approximate to nearest hundreds and thousands، مره للhundreds ومره للthousands. تعال نعمله الhundreds الاول، مين هو الهندرد؟ تاني رقم بعد البوينت اللي هو 3، هيبص على مين يا مستر؟ هيبص على الفور، يا فور انت ريتش ولا بور؟ بور، مش هتدي له حاجه، يبقى نكتب الانسر 0.23، ما خدش حاجه، تفضل زي ما هو. طب تعالى خد نفس النمبر واعمل له نير الثاوزندز اللي هو 0.2346، مين الثاوزندز؟ تالت رقم بعد البوينت اللي هو الفور، حط خط تحت الفور، بيبص على مين؟ هيبص على السكس، يا سكس انت ريتش ولا بور؟ يقول له انا ريتش، يعني هدي الفور 1، يبقى الانسر بتاعنا 0.23، والفور لما ياخد 1 يبقى كام؟ 5. تعالى بقى لاست اكزامبل، write down the greatest decimal fraction. استنى، اول ما تشوف كلمه decimal fraction حط ايه؟ 0 point. decimal fraction حط 0 point. بيقول لي greatest، الارقام اللي عندي 5 2 5 9 و 2 و 7، رتبهم بقى ايه؟ بس greatest من الكبير للصغير، يعني 9 7 5 2، يبقى كده الرقم greatest decimal fraction 0.9752. عاوز نعمل له approximate مره للhundreds ومره للthousands. تعال الhundreds، تاني رقم بعد البوينت 7، يبص على 5، يا 5 انت ريتش ولا بور؟ يقول له انا ريتش، يعني زود لل 7 1، يبقى 0.98. طب لو 100 سوري thousands،
تالت رقم بعد البوينت اللي هو الفايف، حط تحت الفايف خط ويبص على مين؟ على التو. يا تو انت ريتش ولا بور؟ يقول له انا بور، مش معايا حاجة، مش هديلك حاجة يا فايف. يبقى الانسر بتاعنا ايه؟ 0.97، والفايف تفضل زي ما هي. شكرا لكم، وان شاء الله على لقاء مع درس تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.